جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول استفسر عن التدخين والتنباط والصعود، هل هي من المحرمات أو من المكروهات أو ماذا؟ أفيدونا جزاكم الله. التدخين والتنباط والتتل أو الزلقات، كل ما يفتر أو يسكر فإنه محرم، يحرم تعاطيه بأي وسيلة، سواء عن طريق الشم أو عن طريق التدخين أو عن طريق التخزين أو غير ذلك، لما فيه من المضرة ولما فيه من الأمراض الخطيرة ولما فيه من تضييع الأوقات وإضاعة الصلوات. فإن الذين يخزنون يذكر عنهم أنهم يبقون ساعات طويلة لا يصلون ولا يذكرون الله عز وجل ولا يعملون أي عمل لدينهم ولا لدنياهم، فهذا من الحرمان ومن الضرر العظيم على الإنسان، أن يضيع الصلوات وأن يضيع مصالح الدين والدنيا ويجلس وقتا طويلا مع هذه المادة الخبيثة. وكذلك التدخين فإنه مضر، ويكفي لذلك ما تقرر عند جميع الدول وعند جميع الأطباء والمصحات من أضرار التدخين وشروره. الواجب على المسلمين خصوصا وعلى العقلاء عموما أن يجتنبوا هذه المواد الخبيثة، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وفيما أباح الله سبحانه وتعالى من الطيبات غني للمسلم عن هذه الخبائث.